أختي تزوجت من ابن عمتي، وهذا الرجل مدمن بشرب الخمر، وعندما يشربها لم يعد يذكر، وفي مرة خنقها وكاد يقتلها لولا تدخل الأهل، ولكن أختي لم تعد تحتمل أعماله، فجاءت لنا وقرر أن يطلقها. وبعد أن تم الطلاق وانقطعت الأخبار فيما بيننا وبين عائلة عمتي، أرجو من فضيلتكم الجواب على سؤالي، هل القطيعة هذه تسمى قطيعة رحم؟ لأنني سمعت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لأنها أكبر الكبائر. ما حصل من طلاق هذا الرجل لأختك لأنه سيء الأخلاق ويتعاطى المحرمات ويشرب المسكرات؟ فهذا شيء طيب، لأن البعد عن أهل الشر شيء مطلوب للمسلم، ولا يجوز أن يبقى المسلم بصحبة الفاسق والمتساهل في دينه، لأنه يؤثر عليه، لا سيما الزوج مع زوجها. إذا كان زوجها فاسد الأخلاق منحرفا عن الدين فإنه يؤثر عليها وعلى ذريتها، فبعدها عنه وخلاصها منه هذا فيه فرج لها وفيه خير لها إن شاء الله، ويعوضها الله خيرا منه. وهذا مما يؤكد على أولياء البنات أولياء النساء أن يختاروا لهن الأزواج الصالحين، وأن يبتعدوا عن الأزواج الفساق وسيء الأخلاق، لأنهم يؤثرون عليهن في دينهن وفي حياتهن. وأما القطيعة التي ترتبت على ذلك فلا ينبغي، لا ينبغي أن تقاطعوا قرابتكم وأن تقطعوا أرحامكم، بل عليكم بصلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. وهذا الرجل إن كان تاب إلى الله وترك ما هو عليه من شرب الخمر فكذلك تعود له الصحبة والصلة، أما إذا كان استمر على غيه وعلى معصيته ولم يتوب إلى الله فهذا يهجر لله عز وجل حتى يتوب إلى الله. أما بقية القرابة فلا داعي لهجرهم ولا يجوز هجرهم، قوله تعالى ولا تزر وازرة أخرى. نعم. بارك الله فيكم.